السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم تمارين حول الفيرب اتر حول الفيرب افوار مقترحين في الاختبار. عندنا التمرين الأول: غولي بار اون فلاش، أربط بسهم. عندي هنا لي برونوم بيرسونيل، الضمائر سموهم لي برونوم بيرسونيل، جو نو. عندي هنا لينا، عندي فو، عندي جو نو لينا فو. لينا مش برونوم بيرسونيل، هي اسم. عندنا جو نربطوها في سوي دون لا كلاس، جو سوي دون لا كلاس، انا اكون في القسم، جو سوي دون لا كلاس. نو دي معها دائما صوم، نو صوم. دي زامي، نحن اصدقاء. لينا اسم بنت، دائما عوضوها بآل. كي تجدون اسم بنت مفرد عوضوها بآل دائما، معناها آل. لينا اي فوزات دون ليكيب دو فوتبول، فو تجي معها زات. التمرين الثاني راح نربطو لي برونوم بيرسونيل مع لي فيرب، مع فيرب اتر. جو تجي معها جو سوي، تو تو اي، ايلو ال تجي معهم اي. نو صام، فو فوزات، إلو إل أفيك إس صون. يكون التلميذ حافظ الفيرب إت، ديروا له رابط باش يتذكرهم مليح. ننتقل إلى التمرين الآخر. عندنا الفيرب أفواغ، يحفظ أيضا التلميذ فيرب أفواغ. عندما تجدون اسم مذكر مفرد، ماجيد هنا عندنا مذكر معناها إيل، يكون اسم مفرد مذكر دائما عوضوه بإيل وصرفوا. مجيد معناها إيل، إيل ماذا وش نديرو مع إيل؟ نديرو أ، إيل أ، إيلا إن بون سونت. جي فان نديرو أ إي، جي تجي معها جي، جي فان. نوز أفون، نوز أفون. فوز أفي أن بو شيان، عندي أملك قط، كلب جميل. فوز أفي. تمرين آخر أيضا يربط جي، جي مع ال تو أ، إلو إل أ، نوز أفون، فو فوز أفي. إلو إل أفيك إس زون، ديروا له رابط بالأسهم. ننتقل لتمرين آخر. التأتيك بين قوسين معناها راح تصرف في الفيرب اتر. لو ليون الأسد، أنيمال سوفاج، أن أنيمال هو حيوان متوحش. هنا لو ليون معناها مفرد مذكر، لو ليو كيكون هكذا مفرد مذكر يبدأ بلو، راح طول تعوضوه بإيل. إيلي ديرو إيلي، أن أنيمال سوفاج. جو معناها جي، هنا نديرو هكذا جي، جي معها أي، هاو كاتب لك أفواغ معناها صرفو في الأفواغ. جي دو بوتي تشا. عندنا نو، شو تجي معها؟ نو صوم، هاو كاتب لك الأتخ معناها صوم. نو صوم اورو. كانت هذه مراجعة في الفيرب اتر، نتمنى تشتركوا في القناة.